قال تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. في كثير من كتب التفسير بتجد إنه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بعض الناس بيظن إنه هاروت وماروت هم ملكين، والملكين دول كانوا بيعلموا السحر فتنة للناس. بعض المفسرين قال كده إنه ربنا جعلهم فتنة للناس، وهذا القول ليس بصحيح. والصحيح في الآية ما ذهب إليه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، أن معنى الآية وما أنزل على الملكين، ما هنا نافية أي ما أنزل السحر على الملكين، وهاروت وماروت ما ملكين، الصحيح أنهما من الجن، هاروت وماروت ما من الملائكة. وتروى قصة وذعن كثير من الناس، حتى في كتب التفسير موجودة، أن الملائكة قالت لله عز وجل: قالوا تصبر على الإنس وهم يعصون وتؤجل لهم العقوبة. قال لهم: أنا ركبت في الجن الشهوة، في الإنس الشهوة، وسلطت عليهم الشياطين، ولو شئتم لاختبرتكم. دي خلاصة القصة وأرويها بالمعنى. قال كان ربنا قال لهم: أنا داير أختبركم أنتوا يا الملائكة، أشوفكم بتصبروا على العبادة زي الإنس. طيب، فقال لهم: اختاروا ملكين من الملائكة، أنا بركب فيهم الشهوة وبسلط عليهم الشياطين، فاختاروا ملكين هاروت وماروت. فعهد إليهم الله تبارك وتعالى وأنزلهم إلى الأرض أن يحكموا بين الناس بالعدل، وأن لا يشركوا به شيئا، وأن لا يعصياه. فلما نزلا اختصمت إليهم امرأة فارسية مع زوجها، وكانت المرأة جميلة، فاختصمت إليهما ففتنتهما وحكما ضد زوجها وراودها عن نفسها. بعد ذاك المرأة قالت لهم: أنا ما بمكنكم من نفسي إلا أن تشربا الخمر وأن تسجدا للصنم. ففعلا، شربوا الخمر وسجدوا للصنم بتاعه، فأمكنتهما من نفسها. وبعد ذلك طلبت منهما أن يعلماها الإثم الأعظم، فتعلمت الإثم الأعظم، ثم صعدت إلى السماء وتحولت إلى كوكب الزهرة المعروف اليوم. هذه القصة باطلة، وإن رواها من رواها من المفسرين باطلة ما صحيحة. أولا، لأن مدار هذه القصة ومروية عن كعب الأحبار، وهي من الإسرائيليات التي لم تصح، كما جزم بذلك ابن كثير والعلامة الألباني وغيرهما من أهل العلم. أول حاجة ما صحيحة. اثنان، مخالفة لنص القرآن. ربنا قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يكون الملائكة عصاة لله تبارك وتعالى؟